طمعي بالمبلغ بصراحة بناء على طلب مرتك. لعبت بقوانين المسابقة بصراحة، كان اسمها بعد اسمك، أنا قدمته عليك. ما كنت بعرف إنه هي ممكن تغشك هيك، وعطتني 10,000 روبية لتاخد هي 1,000,000. أستاذ صدقني أنا كتير ندمان، إذا بدك ضربني بس سامحني. وهي المبلغ أنا ما بدي إياه. احكي قليلي كمان أبيكشة اللي عملت هيك، وهي اللي اتفقت مع الزلمة لحتى هي تقطع رابطتنا مع بعض، مو هيك؟ سيدهارت بتضلك تتهمني وأنا حتى ما بعرفه للزلمة، وبحياتي ما شفته غير بالمسابقة، وبعد ما أنا بلشت شغل أنا دائماً قدام عيونك. بقى قلي وين ممكن إني شوفه؟ وأنا شو بيعرفني وين أنت كنتي تروحي من ورائي؟ سيدهارت انتبه. وهاد ما كان الشخص الوحيد المتورط معك، لسه في واحد تاني قال عني حرامي. هذا شكله مشان هيك اتزوجها لميتاي، مشان يسرق لها وصفاتها. هو استفزني قصداً وأنا هجمت عليه. تعرفي هو شو خبرني؟ رجع هدول المصاري لمرتك، هي متفقة معي، وأنا ندمان كتير على غلطي بعد ما شفت اللي صار، لأنه جدك بيكون رفيقه لأبي. ما قدرت أطلع بعيلتي بعد عملتي، وجيت أعتذر منك، أنا كتير آسف. استني استني، خدي هدول كل يلي استثمرتي فيهن مشان انتصارك الكبير، 15,000 روبية مشان تربحي تمن إهانتك لزوجك، مو هيك؟ كل هذا الوقت وحضرتك عم تعطي محاضرات وتحكي عن المصداقية والأمانة كمان، بس بالواقع طلعتي تعطي دروس بالغدر والخداع، شي ماله معقول.